يقول السائل: ما رأي الدين في مصاحبة النصراني وبينهما عمل؟ لا يجوز مصاحبة النصراني بمعنى محبته والتبسط معه، هذا لا يجوز، لأن هذا من الموالاة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ألا يجوز مودة الكافر ومحبته بالقلب والمؤانسة معه والانبساط معه، وإنما تتركه على جانب. وإذا كنت أنت وإياه في عمل، في عمل وظيفي، فلا مانع أنك تعمل معه ولكن مع بغضه ومع منابذته وعدم محبته. نعم.